كمل. انا محمد الصديق. الصديق شغال شنو؟ شغالين نعمل في اناليسيس سيستم. الو انت تبع الفريق المفروض؟ الاي تي. اي تي في مبادره لطيف. هسه بتاع اناليسيس سيستم شنو بالضبط؟ يعني انت بالضبط؟ والله هسه احنا في الحته بتاعت انه دايرين نضبط الحته بتاعت المهمات التي اول ما تطلع تطلع كيف؟ تعمل تشيك وين؟ عند المخزن، عند الحسابات، عند الدعم، وبعدين التي عم لازم فيها منه، وبعدين الويشه بتاعتها عشان يكون العمل. طيب على اساس انه دايرين المتطوعين الماشيين الميدان حيمشوا يوزعوا حاجات ويجي راجل او اطباء مثلا او اطباء على حسب طبعا نوع المهمه دي، ما نحن بنسميها على المهمه. اها كويس. على حسب نوع المهمه نحن بنجي نطلب بلاغات. ايوه كويس. البلاغات دي بتترجم لمهمات عندنا، يعني مثلا ممكن 10 بلاغات من نفس الحته وبلاغ من حته ثانيه مختلفه، دي بتبقى مهمه. نعم. بيطلع لها تيم، عندنا ناس اداريين هم بيحددوا بيقدروا التيم ده المفروض تطلع معه عيال من شنو؟ عندنا مخزن طبعا بيتعاملوا مع المخزن ده عشان شنو؟ عارف ايه المخزن في وسط يعني في كبيار قاعده. نعم. على حسب الحاجه اللي حددوها مخزن منضبط. نعم. كل حاجه بتجيهم منفصل تماما. الإدارة بتاعته المخصصة زي ما الحسابات الإدارة بتاعته المخصصة. نعم. زي ما الأثياب الإدارة بتاعته المخصصة. طيب النظام اللي بتعمل فيه ده موجود قبل كده في حتة؟ يعني ممكن حاجة نعمل لها ننسخ منها ولا كده؟ والله طبعا ما أنا ما اطلعت. لكن طبعا احنا رايتي شغلات احنا عملتها. نعم. يعني قصدي انه الحاجه دي ما انتم شغالين في فريق طوعي صح؟ ما حاجه ما موجوده قبل كده، بتعملوا حاجه جديده تماما مش كده؟ وده كله تطوع مش كده؟ اي طبعا طبعا. الساعه كم الساعه؟ الساعه 3:30 3:30 ل 5 صباحا. ايوه شكرا جزيلا.